خبر اول اللي عدنا عن نارين بيوتي وش الصادم اللي سوته. فمثل ما تعرفون يا احبابي نارين بيوتي صار لها فتره قاعده تحمسنا انه هي صبغت شعرها لون غريب او لون عجيب يعني. واليوم نارين بيوتي يا حبايب نزلت على حسب بالانستغرام هذا البوست اللي كان به هذه الصوره كان صب شعرها باللون البرتقالي. هذا خلى هواي متابعين يتهجمون عليها ويستغربون وش اللي يقولوا لها انه شعرك ما حلو وش اللي يقولوا لها انه ملايق عليك انه صرتي برتقاله المعفنه وش اللي صاروا يتهموها انه هي تحب غيث مروان انه هذا هي سوت هذا الشيء بسبب انه اللون المفضل غيث مروان هو اللون البرتقالي. فما ادري صراحه يا حبايب مثل ما شفتوا حاليا الشعر ما تفقتوا من احباب الكومنتات هل توقعون فعليا انه سوت هذا الشيء على مود غيث مروان وطبقتم بالكومنتات عجبكم الشعر او لا. ننتقل حاليا لياسو عودتها اليوتيوب واخيرا فنزل شوية ستوريات عشان تدعي لمخلها على اساس تنزل اليوم المقطع ولكن للاسف تاجل الباشر راح تنزل المقطع بعد شهر ونص تقريبا من الغياب. فان شاء الله الف مبروك على الرجعه ان شاء الله رجعتكم قويه وحماسيه. كيفكم شو اخباركم؟ اليوم يمكن ينزل فيديو جبار فكلاتكم روحوا على قناتي فعلوا جرس الاشعارات لحتى بس ينزل الفيديو يجيكم اشعار وبس نزله يعني حاعطيكم خبر بس مشان تكونوا اول الناس اللي شفتوا الفيديو وبس. وطبعا اكتبوا لي احبابي بالكومنتات ايش قلتوا حمسين رجعت ياسو. ننتقل حاليا لقمر مارو مرضها وليش هي متضايقه فنزل شويه ستوريات عشان تعتذر بها من المتابعين سبب انه هي مقصره وما قاعده تنزل هواي مقاطع فصارت تقول انه السبب انه هو شويه مريضه وبنفس الوقت نفسيتها كلش تعبانه فان شاء الله يا رب اول شيء معافاه وبنفس الوقت ان شاء الله تنحل كل مشاكلها يا رب وترجع لنا مثل الاول. هاي بقلبي جاي تقول ليش مختفية علينا وساحبة؟ البارحة كنت كلش مريضة فما قدرت انزلكم ستوريات صراحة ولا حتى طلعت من البيت وشوية مكتئبة نفسيتي يعني زفت حشاكم فاي يعني فسوري. ننتقل حاليا لمحمد كريم وليش هو متضايق؟ فنزل شويه ستوريات واضح انه ميجي متضايق بها شويه، بسبب انه مشاهدات مالته قاعده تنزل حاليا هو واغلب اليوتيوبر، وصراحه هذا الشيء قاعد يصير باغلب اليوتيوبر انه مشاهدات قاعد تنحذف، مشاهدات قاعد تنزل، الصراحه اليوتيوب صاير شويه زباله هذه الفتره، واكيد هذا الشيء طبعا شويه يضايق لان احنا قاعدين نتعب، فنوعا ما بس نريد انه الدعم مقابل هذا التعب، على الكل راح احط لكم الستوريات مالته شوفوها الشهود عشان الموضوع. وهو بالترند، تتخيلون؟ وهو بالترند سحبوا المشاهدات. زرب عليكم وعلى يوتيوب او على خلفكم وعلى امريكا وعلى يو اس اي وعلى حتى بوش كتابه يا ربع والله من الاخر عاد الشقاء هذا اليوتيوب سالفته سالفه يعني هو ما طول خرين قاعد صاير فما راح تنحل هاي المشكله يعني الا اذا احنا سوينا فد يعني فد سالفه ثانيه تمام لحتى مو نوقف حذف المشاهدات لحتى نعوض فقدان المشاهدات تمام لان الحذف راح يكون يحذفون لاجل حمزه تمام فذكروني بعدين يا اما بالليل اي اعتقد اليوم بالليل ذكروني حتى اقول لكم شلون نعوض المشاهدات اللي تروح من عندنا صايرين وزاربوا عليهم وعلى ترند مالتهم حتى الترند ما اريده بالقران المشاهدات دا اجيب اكثر من الفيديوهات اللي بالترند يعني احنا اعلى من الترند ياخذون من عندنا يعني يوزعون على العالم البقيه الموجودين هناك اللي ثلاث اربع يرشقون حتى فيديوهاتهم المهم انا اروح اسوي تصفيه تشاو. واخر شيء نختم يا حبايب بالفضيحه اللي اتوقع يمكن تنبسطون بها واللي هي عن احمد ابو الرب وصبا وطلعت مؤخرا اكو علاقه حب بيناتهم فحبايب بالارث مال ناجي اللي هو كان امبارحه احمد ابو الرب صار يقول الصبا لما صبا صارت تقول انه انا حعيط يعني انا راح ابكي هو رد عليها انه لا تعيطين احبك يعني واضح انه يحبها اكو علاقه حب بيناتهم على كل احط لكم لقطه شوفوها. طبعا تقول احباب بالكومنتات هل تفرحتوا بهذا الخبر او لا وهل تتوقعون فعلا اكو علاقه حب بيناتهم او لا وبصل احباب انه صارت المقطع اللي تسوون تفجرون هذا المقطع بلايكات مثل ما تشوفون يا حبايب انه اليوتيوب الفتره مالته نازله مشاهدات فكل اللي عليكم بس يا حبايب تحطون زر اللايك وصل المقطع 20000 لايك وبس شكرا في هذه زي ما قالت ملك القصص مع السلامه.